معكم عبد الرحيم المنياري على أنفاس بريس. عيد الأضحى كيبقى بالنسبة لي عيد بحال ما فيش الفرق بين فنان وبين إنسان عادي، لأنه عيد ديال جميع المسلمين، فكيبقى عيد عنده طقوس ديالو، عنده شعائر ديالو، فمفروض أن الإنسان يدوز ذاك العيد وسط واحد الجو عائلي، وسط واحد الجو مريح وفيه السرور والبهجة، باش يحس بذاك العيد. ف حقيقة أن إكراهات كثيرة إحنا كفنانة، على اعتبار أننا جوالين كل مرة في مدينة، كل مرة في بلاد، كل مرة في دولة، ولكن هذا ما كيعنيش أن في العيد الكبير كيخصنا ضروري نكونوا مع الأبناء ديالنا باش نتقاسموا معهم الفرحة ديال العيد. هذا هو ما كاينش شي حاجة يعني اللي هي غريبة، ولا كاينة طقوس ديال العيد بحال جميع المغاربة كنقوموا بها ولله الحمد. الجديد على مستوى التلفزيون كان مجموعة من المشاريع اللي كانت منا إن شاء الله الرحمن الرحيم أنها تخرج للوجود. لا داعي لذكر الأسماء لأنها كتبقى مشاريع. أما الجديد على مستوى السينما، فبعد النجاح الكبير ديال الفيلم سعيد وسعيدة وسعدان اللي مازال إلى يومنا هذا في القاعات السينمائية، انتظر خروج شريطين سينمائيين. الاول سميته لبورجوا لمخرجة جميلة ديمنا ابو العيلات، سيناريو كليلة ابو العيلات، تشاركني في البطولة كليلة ابو العيلات، نعيم ابو حمالة، عزيز داداس، دنيا بوطازوت، مجموعة من الاسماء الاخرى الوزينة. ثم فيلم سينمائي اخر للجميل سيدي حسن بن جلول من أجل القضية، فيلم سينمائي جميل سواء كنتسناه بفارغ الصبر، لأن ما يخفاش عليكم أننا حنا كنبقاو بحال الجمهور كنصوروا الفيلم، ولكن كيمشي للتوضيب والمونتاج إلى غير ذلك، من بعد باش حنا كنشوفوه بحالنا بحال الناس. أما فيما يخص المسرح هو جديد 2019 دار الباشا، تأليف وإخراج عمر الجدالي مع نجوم الزهراء، بديعة الصناعجي، نزهة عبروق، كذلك نحن بصدد تهيئ لعمل جديد آخر مسرحي تأليف دائما وإخراج عمر جلي اللي هو سحت الليل، معي عبد اللطيف خامولي وهند بن جبارة. بحال بغيتي تقول تكملة المسرحية الأولى اللي كنا عملنا مع سادات سعيد، المسرحية الأولى مسرح أرلوكان، والمسرحية الثانية مسرح غرناطة. فغير للإشارة، التلفزيون نسيت مجموعة من الحلقات ديال المداولة، اللي هذه المرة كتشاركني إحدى البطولات ديالها الزوجة ديالي حياة فوزي. يعني هذو مجمل الأشياء اللي كاينة ولله الحمد.